كرة اليد خلاص استعدت مظبوط، عندها مباراة بكرة إن شاء الله مع نادي 6 أكتوبر في صالة 6 أكتوبر الساعة 4. اللي كان الدوري متوقف، كان في أسبوع دولي، كان في لعب ماتشات مع منتخب الدنمارك و لمنتخب مصر، واللعيبة عادت مرة تانية، والإصابات كملت. كان عندنا ممدوح طه، محمود فايز، الاتنين مصابين ما كانوش لعبوا من أول الدوري، لكن الحمد لله رجعوا لعبوا ماتشات ودية. لعبنا ماتشين ودي مع الظهور ومع منتخب 2000، وقدرنا الحمد لله نطمن على كل لاعبتنا. الاهلي بيحتل المركز الرابع بفارق الاهداف، المركز الرابع اكيد مش ده نادي الاهلي، لكن المركز الرابع بفارق الاهداف عن نادي سبورتنج وطلايع جيش كلهم برصيد 19 نقطه. ان شاء الله باذن الله كره اليد مستنيينهم باذن الله بروح، بعزيمه، باصرار، بروح النادي الاهلي. خلينا نروح لنتائج وجدول ترتيب النادي الاهلي لكره اليد في مسابقه الدوري المحترفين. زي ما احنا شايفين قدامنا نتائج الفريق في الدور التمهيدي لغايه دلوقتي قبل مباراه بكره مع نادي 6 اكتوبر. النادي الاهلي لعب اول مباراه مع الطيران وفاز عليه 25-17 بفارق 8 اهداف، وهليوبلس والاهلي، الاهلي هو دي المباراه الوحيده اللي خسرها بفارق هدف واحد على صاله نادي هليوبلس. وكنت اتكلمت قبل كده على المباراه دي بالذات، على المباراه من جانب التحكيمي، لكن بنتكلم ونشوف بالاتحاد هيعمل ايه. الاهلي وحدائق الاهرام 24-19، والحوار والحوار والاهلي 22-13، النتيجه دي مش نتيجه مظبوطه، 23 الاهلي بيفوز 22-13، والاهلي على نادي الزهور 29-19، والاهلي وسموحه 28-23، والاهلي بيفوز اخيرا على البنك الاهلي بنتيجه 23-18. نروح لجدول الترتيب. جدول الترتيب، الزمالك في المركز الاول بلعب 7 مباريات فاز في 7 برصيد نقاط 21 نقطه، وسبورتنج طلايع الجيش الاهلي الثلاث فرق ورا بعض في المركز الثاني، يعتبر ثاني ثالث رابع بفارق الاهداف. لكن خلينا هنقول الاهلي لعب 7 مباريات فاز في 6، خسر مباراه من هليوبلس له 173 هدف وعليه 134 هدف، ولازم نقف عند الرقم ده وليه 19 نقطه، لان الرقم ده 134 هدف ده احنا اقوى دفاع في البطوله وقتنا هذا، ودي حاجه كان بيركز عليها اولا لاند جرين من اول ما وصل، اتكلم ان هو اسلوب الدفاع اهم حاجه، الدفاع والفاست بريك، وهي دي كره اليد الحديثه اللي كلنا عارفينها. فاكيد الرقم ده بينم ان دفاع النادي الاهلي في السبع ماتشات اللي فاتوا دفاع قوي جدا جدا، لان حتى الرقم القريب ليه رقم بعيد عنه، مش قريب حتى بيتكلم في الاربعينات، بنتكلم من بدايه من الخمسينات وانت طالع اهداف على الفرق الاخرى. نادي هليوبلس في المركز، عفوا سموحه المركز الخامس برصيد 19 نقطه، وهليوبلس السادس برصيد 17، والاولمبي في المركز السابع رصيد 15 نقطه، والجزيره المركز الثامن برصيد 15 نقطه، والمعادي اصحاب الجهاد التاسع والعاشر برصيد 14، ونادي حدائق الاهرام المركز ال11 برصيد 12 نقطه، والظهور المركز ال12 ومعاه البنك الاهلي 11 نقطه، والجزيره الورد ال14 برصيد 10 نقاط، واربع فرق بيشتركوا في المركز الاخير، الفيوم، الطيران، ونادي الحوار، و6 اكتوبر. نادي الطيران في المركز ال16، اعتقد ان مش ده ترتيب نادي الطيران في الحقيقه، لان نادي الطيران نادي من قلاع كره اليد المصريه. المباريات المتبقيه للنادي الاهلي 6 اكتوبر، يوم 31 اكتوبر، 6 اكتوبر والاهلي بكره ان شاء الله في نادي 6 اكتوبر يوم 31، الاهلي والمعادي 1 نوفمبر، والاولمبي والاهلي 7 نوفمبر في الاولمبي، الاهلي وطلائع الجيش في الاهلي 8 نوفمبر، جزيره الورد 14 نوفمبر، والاهلي والفيوم 15 نوفمبر، الجزيره يوم 21 نوفمبر، الاهلي واصحاب الجياد يوم 22 نوفمبر، سبورتنج والاهلي 28، والاهلي والزمالك يوم 29 نوفمبر. بكده دي مباريات المتبقيه. بعد كده هناخد اول 8 فرق، ترتيب هيحصل، هيرتبوا الفرق ال 16 فريق او 18 فريق، هياخدوا اول 8 فرق هيلعبوا على الدوري رايح جاي، وهو ده دوري المحترفين، والباقيين هيلعبوا على الصعود والهبوط. نتمنى التوفيق لرجالتنا، لازم بالعزيمه والاصرار وروح النادي الاهلي. تاني بكرر وبشد عليها جامد جدا للاعبتنا، بالذات في لعيبه النادي الاهلي، روحها جوه ارض الملعب، هي ان شاء الله اللي هتحقق المكسب باذن الله لفريق كره اليد. هنخليها مع كرة اليد وفريق شباب الأهلي تحت مواليد 2000 بيفوز على نادي 6 أكتوبر 31-29. المباراة اتلعبت في صالة 6 أكتوبر،
كانت المباراه دي امبارح، والمدرب الفريق الكابتن محمد يحيى ماشيين ما شاء الله عليهم مواليد 2000 بخطى ثابته، واكيد لاعبتنا نجومنا في منتخب 2000 متواجدين مع الفريق، اذا كان حميد اذا كان ياسر اذا كان لاعبتنا في منتخب مصر اكيد عاملين سبورت قوي جدا لفريق كره اليد لمواليد 2000. خلينا مع كره اليد ونستمر مع هنتابع، احنا قلنا ان احنا هنتابع هنا من كل الاتجاهات كل اللي بيرفع اسم النادي الاهلي وبيرفع اسم مصر. صوره مشرفه جدا جدا جدا، كابتن عاصم السعداني المدير الفني للاتحاد الصيني، مدير الفني للاتحاد الصيني بيشرف على تاهيل مدربي كره اليد في الصين. اكيد كلنا عارفين ان كابتن عاصم السعداني هو كابتن النادي الاهلي ومصر في كره اليد، وايضا المدير الفني السابق لمنتخب مصر والاهلي، وكان مدير النشاط الرياضي السابق بالنادي الاهلي. لكن خلينا نقول ان هو اشرف على كورس المدربين عشان ياخدوا رخصه سي في الصين. هو هناك رايح المدير الرياضي بينظم كره اليد في الصين كلها. تخيلوا لما يكون مصري نادي اهلي بينظم في الصين، كويس، بينظم في الصين كل ده، بينظم كره، بيخطط لكره اليد في الصين، اكيد دي حاجه تشرفنا، اكيد دي حاجه تسعدنا كنادي اهلي وكمصريين ان عندنا هذه النوعيه متواجده عندنا من المصريين داخل المجال الرياضي. واعتقد دي اول تجربه ياخدها مصري خارج الاراضي المصريه ان يكون هو اللي بيخطط لكره اليد في مكان خارج مصر. الكورس ده بيتعمل لاول مره في الصين، استمر سته ايام، كمان كان بيحاضر فيه الدولي الفرنسي بول لاندرو. واكيد كابتن عاصم السعداني كنا بنتمنى ان هو يكون معانا عشان نعرف منه تفاصيل اكتر عن الموضوع، لكن الفرق الصين دلوقتي 3 4 الفجر، اكيد كابتن عاصم نايم، لكن احنا من هنا بنقول له فعلا فخورين بيك جدا جدا جدا، نتمنى له التوفيق. وفعلا تاني مره بقول وبكرر، هو واجهه مشرفه جدا لكره اليد المصريه في النادي الاهلي وكمان في مصر.